أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكمة في الإسراع في وادي محسر؟ الله أعلم. يقال أنه فيه حادث الفيل، أنه موطن عذاب، أنه موطن عذاب لأنه حصل فيه حادث الفيل. لكن الصحيح أن حادث الفيل أنه بالمغمس، ما هو في وادي محسر، بالمغمس، مكان معروف. الله أعلم. يعني الرسول أسرع معه وأمر بالإسراع، فننفذ السنة. نعم.